أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستوى التقدم في مسار التحضير للمباحثات المرتقبة في الكويت وتأثيرات التصعيد العسكري على الأرض. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة أعدت خارطة المشاورات المقبلة وتضمنت رؤيتها لتنفيذ القرار الأممي 2216. وقال المخلافي خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن كيني غلوك ومستشاره العسكري إن الحكومة حريصة على السلام وستبذل جهدها لإنجاح المشاورات المقرر إجراؤها في 18 من أبريل الجاري. وأكد على ضرورة اعتماد الاتفاق المتوصل إليه في مشاورات بيل السويسرية والعمل وفقا لنتائجه، مشيرا إلى استعداد الحكومة للجولة المقبلة من مشاورات الكويت. من جهته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه تم إرسال خبراء أمميين إلى الرياض وصنعاء والكويت تمهيدا للمفاوضات التي من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل الجاري. أفاد ولد الشيخ أن الاستعدادات تجري حاليا لإجراء محادثات السلام بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويسمح باستئناف حوار سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2216. تأتي هذه المساعي والاستعدادات لجولة الكويت المقبلة في ظل التباينات الحاصلة بين الأطراف، إذ كذب عضو المجلس السياسي لميليشيا الحوثي محمد ناصر البخيتي تصريحات ولد الشيخ حول تأكيدهم الالتزام بتنفيذ القرار الأممي. وقال البخيتي في حديثه لبرنامج فضاء حر على قناة بلقيس الجمعة إن كل ما قاله ولد الشيخ لا يعبر عن قناعتهم الكاملة، في إشارة إلى عدم موافقتهم على تطبيق القرار 2216. مستوى التقدم في ترتيبات الجولة الثالثة من المفاوضات وتأثير التحركات العسكرية على مسار المباحثات المرتقبة هو محور نقاشنا هذه الليلة من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. كلاهما مر، الحرب ودبلوماسية الحل السياسي المتعثر في اليمن. خطوات التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بطيئة وأحيانا تنتهي بتراجع إلى الوراء. أهي ممكنة هذه المرة وسط كل هذه التباينات بين الأطراف؟ إذا كان احترام المواعيد صعب التحقيق، فماذا عن فرص تطبيق هدنة في بلد التصعيد العسكري فيه هو سيد الموقف؟ قالت الحكومة إنها حريصة على السلام وستبذل جهدها لإنجاح المشاورات المقرر إجراؤها في 18 من إبريل الجاري. وأكد رئيس الوفد التفاوضي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الحكومة أعدت خارطة المشاورات المقبلة تضمنت رؤيتها لتنفيذ القرار الأممي 2216. اشترطت الحكومة ضرورة اعتماد الاتفاق المتوصل إليه في مشاورات بيل السويسرية والعمل وفق نتائجه، كما ربطت احترامها لوقف إطلاق النار بأن لا يتم استهداف المدنيين وفك الحصار عن تعز وتأمين وصول المساعدة الإنسانية. تصريح الحكومة تزامن مع الحديث عن إرسال 3 فرق أممية توزعت بين صنعاء والرياض والكويت لإعداد الترتيبات الأخيرة لاستئناف المباحثات. فحتى الآن لا يوجد أجندة واضحة للمفاوضات القادمة في الكويت ولا تقارب في وجهات النظر التي لازالت متباعدة كما في جنيف 2. لا يوجد أيضا اتفاق أو آلية لوقف إطلاق النار، عدا عن كون تصريحات المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد لا تنطلق عن معرفة واقعية بتعقيد وخطورة الوضع على الأرض. ذروة العجز أن تفشل الجهود الأممية والوسطاء الدوليون عن تكوين صورة واقعية عن الوضع وآليات التعامل معه. الواضح أن الحكومة متمسكة بالتطبيق الفوري للقرار 2216 دون أن تملك الرؤية أو القوة لتطبيقه بالعنف أو بالسلام، فيما يبدو تحالف الحوثيون والصالح مصرا على الاستمرار في نهج القوة والغلبة. وحسب مراقبين فإن الحل العسكري أقرب إلى الواقع في ظل التحركات الجادة على الأرض في صنعاء والجوف وحجة، وسط التفكك والتأجج والشروخ في جدار تحالف الحوثي وصالح، علاوة عن تعنته في عدم القبول بتنفيذ القرار الأممي. أمام هذه التحركات تبقى فرص نجاح الحل السياسي ضئيلة، ومن المرجح أن تفضي إلى جولة أخرى من الحرب في حال استمرت الميليشيا على مواقفها المتصلبة وعدم ملامسة الواقع اليمني والشروع الجاد في تنفيذ القرارات الأممية. إذا مشاهدينا الكرام نرحب بضيوفنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، ومن الرياض رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء محسن خصروف، على أن ينضم إلينا من القاهرة الصحفي غمدان اليوسفي. نبدأ معك سيد عبد الناصر، مساء الخير بداية. مساء الخير لك ولضيفك الكرام العميد محسن والأخ غمدان يوسفي. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. يعني
تقريبا بقيت 8 أو 9 أيام فقط عن موعد سريان الهدنة المرتقبة بحسب إعلان المبعوث الأممي، لكن إلى الآن لا توجد يعني أي اتفاقية واضحة عن آلية وقف إطلاق النار التي ستحدث. ماذا تقرأ في ما توصل إليه المبعوث الأممي بخصوص الهدنة وكذلك المشاورات المقبلة؟ الاتفاق حتى الآن يبدو هش تماما، لأنه كما ذكرت لا توجد أي آلية لوقف إطلاق النار، كما أنه أيضا عادة في الحروب لا تكون خاصة الحروب الداخلية لا يكون بالإمكان التوقف وقف إطلاق النار ما لم تكن هناك تسوية سياسية قد اقتنع بها الأطراف أو خطوط عريضة اتفق عليها الأطراف أطراف النزاع، ومن ثم يوقفون إطلاق النار وفقا لها، ولكن كما هو الحال في اليمن ليس هناك من اتفاق حقيقي. ما يقال عن أن الحوثيين أصبحوا قابلين بتطبيق قرار مجلس الأمن، هذا الكلام غير واقعي ولا يبدو أن له أي قيمة عملية، لأن الحوثيين عندما يعلنون قبولهم بالقرار يضيفون له شروط كثيرة لتطبيقه، من قبيل أنه تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونوا مشاركين فيها، إعادة تشكيل الجيش والمؤسسات الأمنية ويكون لهم وجود فيها، وبالتالي هذه العناوين الكثيرة كل عنوان محتاج إلى شهور في ظل ظروف عادية وفي ظل وجود درجة ما من حسن النية بين الأطراف المتنازعة، ولكن كما هو الحال في اليمن حاليا أولا هناك حالة من الشك تسود أطراف النزاع كلها، الشيء الثاني الحوثيين بحكم طبيعتهم وسيطرتهم على الدولة وانقلابهم عليها ليس لديهم كما يبدو أي استعداد للتنازل أو التراجع عن الانقلاب، والدليل على ذلك أنهم لا زالوا في بعض المناطق يتقدمون، لا زالوا أيضا محكمين الحصار على تعز بشكل أيضا يمكن بأكثر مما كان في السابق، وكل هذه تشير إلى أنه ليس هناك أي نية جادة من قبلهم نحو السلام. الحكومة كما ذكر التقرير هي يبدو السلطة الشرعية هي أضعف الأطراف لسوء الحظ، عندما نقول السلطة الشرعية نقول الرئيس هادي وحكومتي، يبدو أنهم الطرف الضعيف وضعفهم ناتج عن عجزهم السياسي وعن عدم قدرتهم على إدارة أي شأن من شؤون الدولة، كان شأن المناطق التي أصبحت خاضعة لهم أو شأن القوات المسلحة. طيب في نقطة القوات المسلحة أستاذ عبد الناصر دعني أنتقل إلى اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. سيادة اللواء، بالنظر إلى خارطة التقدم العسكري لقوات الجيش الوطني والمقاومة على الأرض، هل يمكن أن تبني الحكومة على هذه الخارطة بناء سياسيا في مسار المحادثات المقبلة؟ شكرا جزيلا لك والأستاذ عبد الناصر ورضيك من القاهرة. يا عزيزي، الدولة الحكومة التي تستمد بالقوة والإرادة السياسية والعزيمة والتنفيذ في الميدان تستطيع أن تبني أمور كثيرة على إنجازات القوات المسلحة. القوات المسلحة اليمنية الوطنية أنجزت الكثير في التعاضد التكامل مع المقاومة الوطنية سواء في تعز أو في جوف أو في المأرب أو في محافظة صنعاء أو في منطقة الشمال الغربية. المشكلة هي في أولي الأمر الذي يمكن أن نسميهم الذين ليس لديهم استراتيجية من بناء على هذه الانتصارات. القوات المسلحة الوطنية تحقق إنجازات غير عادية، وهم يعيشون أفرادها يعيشون ظروفا في منتهى القسوة، يعني جنود في المنطقة الشرقية بدون مرتبات منذ ما يزيد عن 6 أشهر ويقاتلون بمعنويات عالية جدا، يعني قبل بضعة أيام صرف لهم مرتب شهر تقريبا أو شبه بالغيب، لكن هؤلاء منتسبي القوات المسلحة الوطنية يقاتلون بمعنويات عالية ومؤمنين إيمان لا حد له بأن لديهم قضية وطنية
ويقاتلون تحت قيادات يعني تعاني كما يعانوا هم أيضا. لذلك لم تستظهر إنجازات القوة المسلحة الوطنية لا في ميرت ولا في نهر. طيب مقارنة سيادة اللواء، لذلك نرى ما نرى، اسمح لي، لذلك نرى ما نرى الآن في الوازعية من انتكاسة، ونرى هذا التخاذل السياسي، ونرى التصديق بعض الادعاءات الكاذبة التي يروج لها الحوثي وعلي عبد الله صالح. وهم كما قال الأستاذ عبد الناصر المودع ليسوا رجال سلم وليست لديهم نية، والسلطة في أذهانهم الآن وبكرة واللي بعده. طيب بالمقارنة ما بين محادثات بيال السويسرية السابقة ومحادثات الكويت الآن، التقدم على الأرض يمشي في مصلحة الحكومة أفهم منك، لكن الحكومة لا تستغله بالشكل المطلوب. ما في شك في هذا، ما فيش في هذا شك على الإطلاق، بل هم يفرطون في بعض المنجزات على الأرض في الميدان، وهذا شيء مؤسف جدا. لا يحافظون على الانتصارات التي تحققها المقاومة والجيش الوطني وخاصة في تعز، وهذا طبعا شيء مؤسف. يعني الحوثي يسعى الآن، حلف الحوثي صالح يسعى الآن أن يحقق مكتسبات على الأرض، يهاجم الوازعية، واليوم يهاجم منطقة الكرش، يريد أن يستعيدها، يريد أن يصل إلى يوم المفاوضات في الكويت، وقد حقق إنجازات يساوي بها في المحادثات. وهذا المفروض يحصل العكس، يعني جزء من القوات المسلحة الوطنية في بعض مناطق جغرافية كالجوف يحقق انتصارات، يعني السيطرة على براتش وعلى منطقة الغيل، والتقاء الجيش الوطني والمقاومة في مأرب مع الجيش الوطني والمقاومة في الجوف يشكل نقلة نوعية في مسار المعارك لاستعادة الدولة غير عادية. الآن تصدق أن هناك ثلاث يعني محافظتين رئيسيتين تلتحم فيها المقاومة الوطنية والجيش الوطني، وتتصل بجزء من محافظة صنعاء التي في فرض اثنين وامتدادها حتى بعض قرى أرحب. وهذا الكثافة الجغرافية والعسكرية. طيب في هذه النقطة تؤهل، في هذه النقطة دعني سيادة اللواء أنتقل إلى الأستاذ عبد الناصر المودع بسؤال، يعني لماذا لا تستغل سياسيا الحكومة على الرغم من أنها لا زالت متمسكة بكل خطاباتها أو كل أحاديثها للصحافة ووسائل الإعلام وكذلك للمبعوث الأممي والدول الراعية للمبادرة الخليجية، تتمسك كثيرا بالقرار 2216 الذي يتيح للأمم المتحدة التدخل على الأرض لوقف وإعادة مؤسسات الدولة إلى الدولة، لماذا هذا يعني التكبل السياسي أو التقيد السياسي، ولماذا لا تتحرر أكثر بوجود أوراق ضغط مثل الجيش الوطني على الأرض؟ أولا القرار الأممي هو ليس قرار إنجاز التدخل العسكري، هذه معلومة يجب تصحيحها. القرار فقط يفرض عقوبات محددة، من يؤكد على عقوبات أقرها قرار سابق. وما الذي يعني أن يكون تحت البند السابع سيادة أستاذ عبد الناصر؟ عندما يكون تحت البند السابع لا يعني تلقائيا العمل العسكري، يعني أن قراراته تصبح ملزمة للدول الأعضاء، بمعنى أنه عندما يفرض عقوبة ما مثل عقوبة حظر السفر أو تجميد الأرصدة تصبح الدول ملزمة، وفي حال خالفت تعتبر تساءل أمام مجلس الأمن. هذا هو الإلزام، صفة الإلزام في القرار بما يحتويه، وليس الكلام عن الإلزام، لأن هناك خلط كبير وكأن القرار يجيز استخدام القوة أو أن الأمم المتحدة ستتدخل عبر الجيوش تحت إمرتها، هذا ليس صحيح. القرار واضح أنه ليس له علاقة بهذا الأمر، التدخل العسكري يأتي قرار آخر ومنطوق آخر عندما يقرر مجلس الأمن التدخل العسكري. طيب هو كان يتحدث عن مدة أسبوع أستاذ عبد الناصر، لكن الآن تجاوزت هذه الفترة بالإلزام، الآن هناك تقدم على الأرض كما تفضل الأستاذ اللواء محسن خصروف، لا تستغله الحكومة الشرعية في المشاورات، ما هو السبب؟ عادة عندما تحدث القرار عن أسبوع، عادة إن كان هناك نية لدى مجلس الأمن، عندما لا يلتزم طرف ما بقراره السابق تعود الأمور إلى مجلس الأمن، ومن ثم يقرر، فإن قرر تصعيد القرار الجديد بتصعيد العقوبات ومنها يصل إلى حد التدخل العسكري، ولكن هذا لم يحدث لأسباب كثيرة ليس الآن أعتقد مجال الحديث عنها. أما فيما يتعلق بأن الحكومة لم تستطع أن تستثمر الإنجازات على الأرض،
طبعا الحكومة هذه والسلطة هذه يعني نحن نعرفها هي سلطة مهترئة، سلطة ضعيفة، لم تستطع حتى أن تستثمر أتفه الأمور، فما بالك بالأمور العظيمة. إذا كانت هذه السلطة لم تستطع حتى الآن أن تدفع رواتب منتسبي الجيش، وهناك شكوى دائمة من الجميع بأنها غير لم تدفع رواتبهم كما ذكر اللواء محسن للكثير من القطاعات المهمة والتي تقاتل. إضافة إلى ذلك ليس هناك أي تنسيق، ليس هناك أي تنسيق بين الجبهات بالمعنى الاستراتيجي السياسي. هناك أعمال عسكرية قد تكون بطولية، قد تكون ناجحة في بعض المناطق، ولكن هذا بدون أن يكون هناك إدارة سياسية ذات رؤية استراتيجية تستطيع أن توظف كل الانتصارات وتوظف كل الإمكانيات لتحقيق هدف مشترك وهدف كبير. ولكن هذه السلطة عودتنا منذ ما قبل دخول صنعاء وبعد دخول صنعاء وقبل الحرب وبعد الحرب، هي نفسها هذه السلطة المهترئة الضعيفة، لا يمكن التوقع منها أنها ستستثمر كل شيء. إصرار الحكومة على أنها تطبيق القرار الأممي ليس أيضا حرصا على الدولة اليمنية، ولكن لأن السلطة الحالية ترى بأن تطبيق أو تمسكها بهذا الشرط الذي يبدو أيضا غير عملي، لأنه القرار الأممي في مضمونه العام هو في حال قبل به الحوثيين يعني نهايتهم وانتحارهم السياسي والعسكري، وبالتالي هم لن يقبلوا به، هذا أمر مؤكد. وإصرار الحكومة على هذا الأمر هو ليس نابع من كونها حريصة على أن تطبيق القرار أو عودة الدولة إلى وضعها الطبيعي، ولكن حرصهم لأنهم يدركون بأن إصرارهم على هذا هو يعيق أي فرصة لتقدم سياسي أو حتى لتقدم عسكري، لأن السلطة الحالية تدرك بأن وضعها مهزوز وبأن مستقبلها كان بعد الحسم العسكري أو الحسم السياسي. لا أعتقد بأن الرئيس طيب هادي سنعود إلى هذه النقطة أستاذ عبد الناصر، لديهم أي فرصة لأن يكون لهم أي دور في المستقبل، وبالتالي هم متمسكون بأن تبقى الأمور على حالها، وهذا لسوء الحظ كارثة كبيرة على الشعب اليمني. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ عبد الناصر، لكن قبل ذلك دعني أسأل أستاذ محسن، اللواء محسن خصروف، يعني من الواضح أن الميليشيا قبل جولة المفاوضات المرتقبة بغض النظر عن موقفها منها تحاول على الأرض أن تتقدم في المناطق التي استعادت السيطرة عليها الحكومة قوات الجيش الوطني والمقاومة بشكل أو بآخر. إصرار الميليشيا هذا إلى أي مدى يعني سيفرض تحركات أخرى على الجيش الوطني لمواجهة هذا الإصرار؟ سيستطيعون إلى الحد الذي يمكن للحكومة أن تستمر فيه تضمن المقاومة الوطنية والجيش الوطني بالتعد، إلى الحد التي تستمر فيه الجيش الوطني والمقاومة في حالة عجز من الذخائر ومن الأسلحة، إلى الحالة التي يستمر فيها الجيش الوطني يعاني من افتقاره إلى أفضل الإمكانيات التي يحتاجها هؤلاء الأبطال الذين صنعوا الانتصارات المدهشة بأقل الإمكانيات. إلى كلما عانت الحكومة أو غلت في إهمالها للجيش ولدعمه، يعني سقوط الوازعية لن يترتب عليه إلا كارثة. هم يريدون أن يتجهوا إلى بني عمر، ومن بني عمر يتجهوا إلى النشمة ويقطعوا الطريق ما بين تعز والتربة، معناته الحصار لسق ثاني أو ثالث للحصار، وهذه ستكون مشكلة أكثر تعقيدا. لابد أن تعي أو يعي المسؤولون عن هذا الجانب أن إهمال المقاومة في تعز وإهمال الجيش الوطني في تعز الثلاثة الألوية الرئيسية التي تتحمل مسؤولية جبهات الضباب والمسرة وصبر والوازعية منطقة النشمة، هذه الأولوية العسكرية إذا استمر إهمالها إلى هذه الدرجة فنحن قادمون على كارثة حقيقية في هذه الجبهة. وأنا أشكرك وأكتفي بهذا الحديث. أشكرك شكرا جزيلا رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء محسن خصروف، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى الأستاذ
عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني من الواضح أن جولات المشاورات السابقة لم تنجح، وكانت هناك إجراءات بناء ثقة اتفق عليها، لكن يبدو أن المبعوث الأممي لم يعتبرها شروط مسبقة للبدء بالمشاورات. الآن وضع الحكومة الشرعية سياسيا، هل هو في مصلحتها أم في مصلحة الحوثيين أكثر؟ لا زال الوضع لم يتغير كثيرا عن الأرض، على العكس من ذلك حدث اختراق لصالح المتمردين من خلال التفاهم مع السعودية، هذا يمثل اختراق لصالحهم وليس العكس. التفاهمات بين السعودية والحوثيين على هدنة في الحدود، هذا يشير إلى أن هناك تكتيك جديد من قبل الحوثيين، مفاده أو في مضمونه العام أنهم يحاولوا أن يخففوا من الضغط السعودي عليهم، وأن يستثمروا أي ليونة من جانب السعودية لتعزيز مواقعهم في الداخل. وهذا الذي نشهده ما يحدث الآن في جبهة تعز التي تعاني من انكسارات كبيرة، كما ذكر اللواء خسروف انكسارات عسكرية واضحة، إضافة إلى ذلك ستنعكس على الجبهات الأخرى. ومن ثم الحكومة هي ليست في وضع، كما ذكرت أو لم أكمل في حديثي السابق، الحكومة تمثل الطرف الأضعف من في هذه المعادلة، ليس لديها الكفاءة ولا القدرة على إدارة الشأن، حتى القوى التي تقاتل تحت اسمها هي فعليا ليست تحت سيطرتها بالمعنى الإداري وبالمعنى الفني، هي إلى حد ما تحت غطائها، تحت مظلة السلطة الشرعية، ولكن لها بعضها لديها أجندات سياسية أخرى أو أفكار ومنطلقات أخرى ينطلق منها لمقاتلة الحوثيين، بعضها مذهبي وبعضها حزبي وبعضها سياسي وبعضها جهوي، ولكن ليس هناك من قوة ضمن مشروع الدولة اليمنية، الدولة الجمهورية اليمنية يقاتل تحت اسمها. من يقاتل تحت هذا الاسم وضمن هذا المشروع وتحت قيادة يفترض أن تكون السلطة الشرعية هي التي تتولى هذه القيادة، هذا أمر مفقود، وبالتالي ليس لديها الكثير لتقدمه والكثير لتناور به، على عكس الطرف الآخر الذي يمتلك قيادة مركزية ولديه قوة أكبر في تحريك ما يمتلكه من عناصر، رغم أنه في حالة حصار ورغم أنه غير شرعي من الناحية داخليا وخارجيا، ورغم ذلك لديه صولات وجولات أفضل بكثير من أداء السلطة الشرعية. طيب دعني أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. ينضم إلينا الآن الصحفي غمدان اليوسفي. مساء الخير أستاذ غمدان. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ غمدان. يعني ملاحظ أن قيادات الحوثيين لم يصرحوا بأنفسهم على التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وعلى موافقتهم يعني الذهاب إلى هذه المشاورات وفقا لما وضعه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، لربما حتى بالعكس أنهم يتهموا ولد الشيخ أنه يعني يأتي بتصريحات أو يلزمهم بأشياء لم يتفقوا عليها، ما الذي تقرأه في هذا الخصوص؟ ربما كان المشهد الحالي ذاته يتكرر قبل الذهاب إلى جنيف 2 في المرة الأخيرة، حين كانت التصريحات أيضا بنفس هذه في ذات السياق نفسه وبنفس اللغة وبنفس الأداء، وكان المبعوث الأممي يرفع طموحات الأمل عند اليمنيين، بينما كان الحوثيون ينفون أن يكونوا قد تحدثوا بأي من الأحاديث حول تنفيذهم للقرار الأممي، وأن لديهم الشرط الأول المفروض من يعني جنيف 1 وما إلى ذلك، وهو إيقاف أضرار طهران، هذا الشرط الذي ظل يتردد يعني بالنسبة لهم كسبب، بينما الشرط الآخر لدى الحكومة الشرعية هو إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز وغيرها من بنود بناء الثقة لكي يعودوا للنقاش حول مسألة حتى القرار الأممي نفسه. هذه اللغة ربما هي لغة يعني مكررة ولن تتغير، طالما هناك لم يتغير على الواقع كثير من الأمور بغض النظر عن
السيطرة على بعض المناطق بغض النظر عن يعني استعادة بعض المناطق جغرافيا إلى جبهة الشرقية، هي لم تمثل حتى هذه اللحظة تلك الورقة التي يمكن من خلالها الذهاب إلى مفاوضات جدية وحقيقية يعني تنقل البلد إلى مربع آخر، إلى مرحلة ما بعد الحرب. هذه كلها تفاصيل ما زالت حتى هذه اللحظة متعلقة بالنقاش الذي يديره المبعوث الأممي نفسه بنفس الآلية بنفس الطريقة مع نفس الأطراف، ولم يتغير حتى هذه اللحظة ربما في المعادلة السياسية. أتحدث عن السياسة، لم يتغير إلى الأمام ولا خطوة واحدة. طيب دعني أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المدع أستاذ غمدان بسؤال أخير. أستاذ عبد الناصر، يعني الآن بالنسبة للمعتقلين في السجون وكذلك للمدن المحاصرة لم يتغير شيء في هذه النقطة، ولد الشيخ لا يبدو حاسما، أيضا الحوثيون من الواضح أنهم يتجاوزون إجراءات بناء الثقة التي تم الحديث عنها كثيرا، فيما الحكومة تتمسك بها تارة ولا تتحدث عنها تارة أخرى. هل يمكن نسيان هذا الملف في المشاورات المقبلة؟ يعني هذا الملف في قبل المباحثات الأخيرة طرح بقوة وتم الإيحاء بأن هناك اتفاق على هذه الإجراءات. الآن يبدو أن المبعوث الأممي أصبح أكثر واقعية ولم يعد يطرح هذا الموضوع، بما يعني وهو ما يعني بأنه حتى هذا الموضوع، حتى إجراءات بناء الثقة التي كانت مطروحة في الجولة السابقة لم تعد ضمن شروط أو إجراءات بناء الثقة لهذه المرحلة. هذه المرحلة متروكة الآن دون سقف وبدون شروط واضحة، كل ما قيل ليس إلا عناوين. هناك مخاطر كبيرة بأن هذه الجولة قد تشهد معارك ربما تسبقها ويمكن أنها تؤجل، لأن هناك الاتفاق على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار قبل 8 أيام من بدء المفاوضات. هذا يعني بأنه خلال 8 أيام والتي سيكون من الممكن توقع أن تتوقف الضربات الجوية، وهذا الأمر قد يشكل فرصة للانقلابيين بأن يحشدوا قوات وربما يحدث اختراق عسكري كبير خلال فترة الهدنة، وهذا الأمر ربما يهدد أو يلغي أو يؤجل المفاوضات المقبلة. هذا نوع من المخاطر الواردة. الأمر الآخر أن المفاوضات ستحدث في حال لم يحدث هذا الشيء الذي تحدثت عنه، ستحدث دون أن يكون هناك أي إجراءات لنختبر في بدايتها هل هناك إجراءات لبناء الثقة، هل سينفذ الحوثيون ولو جزء بسيط من ما هو مطلوب منهم. كل هذا الأمور سنتركها للزمن ليحكم عليها. أشكرك المحلل السياسي عبد الناصر المدع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وأعود إلى الأستاذ غمدان اليوسفي. أستاذ غمدان، يعني الآن هناك كما تحدث الأستاذ عبد الناصر هدنة مرتقبة في 10 أبريل، وهناك 8 أيام إلى حين بدء المشاورات. خلال هذه الفترة ما الذي تتوقع أن يحدث؟ يعني إذا لاحظت أن الظروف التي سرت بها الهدنة السابقة في جنيف 2 ربما هي تشابه هذه الظروف تماما، ربما لم نستفد من بعض نحو اليمنيين من النقاشات التي دارت في السابق في ظل هدنة في الأساس لم تكن هدنة ولم يكن هناك أي من الهدنة فيها. كانت ضرب على أوجه على مدينة تعز حينها وعلى بقية المناطق يعني وخرقت الهدنة منذ أول يوم، وبالتالي أعتقد أنه بات الشارع اليمني معتادا على مسألة إعلان الهدنة بينما لم يكن هناك هدنة حقيقية على الإطلاق. ربما توقف الطيران لعدة أيام صمد كثيرا في إعلان تلك الهدنة، لكن تم إطلاق الصواريخ حتى من العاصمة صنعاء في أثناء الهدنة، وهذا الأمر يعني يدل على أنه لا يوجد جدية. طيب إذا لماذا أصر ولد الشيخ على وجود أو وضع ولد الشيخ هذه الأيام 8، وهي فترة يعني طويلة إلى حد ما قبل بدء المحادثات؟ هل يعني يحاول التأكد من التزام الأطراف بوقف إطلاق النار قبل البدء بالمحادثات السياسية؟
لست أدري ما الغرض من هذه الأيام أن يتم تحديد هذه المدة سواء ما قبل أو ما بعد، لكن أن يخرج بتصريح هنا 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 الإشكالية الكبيرة، أن يخرج ولد الشيخ بتصريح ويطمئن الناس على أن الحوثيون سيذهبون بوجهة نظر مختلفة بهذه الصورة، ثم يظهر مباشرة ناطق باسم الحوثيين ويكسر كل تلك الصورة التي رسمها ولد الشيخ، وكأنه لم يحدث أي شيء في الحوارات السياسية التي دارت خلال الأشهر السابقة منذ جنيف 2. ويعني نحن أمام مشهد راكد يريد أن يحركه ولد الشيخ، ولكن بطريقة ربما ليست مختلفة عن تلك الطرق السابقة، لم يتغير المشهد. طيب هذه المعطيات تدفعنا إلى الثقة بالمشاورات القادمة وبولد الشيخ أستاذ غمدان، أم أن يعني المشاورات القادمة ستموت قبل أن تولد؟ أنا لا أعتقد، لا ليس لدي كثير من الأمل فيما يتعلق بالمحادثات القادمة، خصوصا أنها كما قلت أنها يعني تدار في نفس الظروف وبنفس الأدوات وبنفس التصريحات الإعلامية، إذن لا شيء سيستجد خلال هذه يعني ستذهب الحكومة بنفس الشروط وهي شروطها المشروعة وشروطها الإنسانية بدرجة أساسية، كونها أساسا تطالب بالإفراج عن معتقلين وتطالب ب يعني بفك حصار عن مدينة، يعني هو ليس يعني مفترض أنه لم يكن شرطا في محادثات سياسية بقدر ما هو شرط إنساني أساسا. إذن ما سيستجد الآن؟ هل سيرق قلب الحوثيين مثلا ويقوموا بفك الحصار أو يطلقوا سراح بعض المعتقلين أو حتى يعلنوا عن صحة بعضهم كالأستاذ محمد قحطان الذي مضى على اعتقاله عاما كاملا، عاما ويوم حتى الأمس، يعني لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة هل هو يعني لا زال على قيد الحياة أو لا. إذا كان المبعوث الأممي لا يستطيع أن يتأكد من هذه المعلومة تحديدا، فما الذي صنعه خلال يعني الأشهر السابقة من حراك يستطيع أن يحرك به المياه الراكدة السياسية في اليمن والذهاب مجددا إلى عملية سياسية حقيقية يتم من خلالها تطبيق القرار الأممي؟ أشكرك شكرا جزيلا الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمام مقدم هذه الحلقة، وتحيات محمد القاسم معدها، وكذلك تحيات الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.